هنتكلم النهاردة عن جزء مهم أوي وبيعمل مشاكل كبيرة في الساعة، وهو البندول. طبعا لما بنيجي نحل الساعة بفك الصامولة ديت الأول كده، أهو أشيل الدراع أو العقرب بتاع الدقايق وعقرب الساعات، بيبقوا داخلين الاتنين، ايه الاتنين بيبقوا داخلين كبسة همت أهم. بشيل الوش ده، الوش ده بيبقى متربط بمسامير اهو، زي ما احنا شايفين ادي الايه، لو احنا شايفين البندول ادي الدراع بتاع البندول بيبقى مشبوك. انا هفك البندول اهو، ادي الدراع اهوت، ويبقى في قلبه مشبك. المشبك ده بيتشبك في قلب السلك ده، شايفين السلك اللي نازل هنا ده، السلك ده. البندول بيبقى عبارة عن ايه، دراع خشب وفي قلب منه المشبك الحديد ده، والدراع ده بيبقى نازل منه مسمار زي ما احنا شايفين كده، والمسمار في نهايته ايه، في نهايته صامولة. الدراع ده هو اللي بيتحكم في تقديم وتأخير الساعة. بيتحكم في تقديم وتأخير الساعة ازاي؟ لما انا بقرط المسمار ده ألفه كده، الصامولة دي ألفها كده، يوم يبدأ الدراع معايا التقل ده يبدأ يطلع لفوق سن. لما التقل يطلع لفوق سن يبقى كده أكن الدراع قصر شوية، فلما يقصر شوية معنى كده إن الإيه، المسافة أو الوقت اللي بيتحرك فيه شمال ويمين الوقت ده بيقل، وبالتالي الساعة بتبقى أسرع. ولما بحل الصامولة لتحت الدراع بإيه، الدراع بيطول، فبالتالي الوقت اللي بإيه بياخده عشان يقطع المسافة من الشمال لليمين بيبقى أطول، وبالتالي الساعة في الوقت ده بتأخر. فناس كتير بتقول لك أنا عندي الساعة بتقدم أو عندي الساعة بتأخر ومش عارف أعمل لها إيه. فإحنا بنتحكم من إيه، من قلب الصامولة. فإحنا بنتحكم من إيه، من قلب الصامولة ده، هي يا إما بتربطها في حالة إن الساعة بتأخر معاك فتبدأ تقدم، يا إما بتفكها في حالة لو الساعة بتقدم معاك فتبدأ تأخر. دلوقتي أنا هنحل الوش ده مع بعض بتاع النتيجة عشان نوريكم الشاكوش بيتعلق ازاي، لان في واحد بعت لي سؤال بيقول لي انا مش عارف البندول وقع ومش عارف اعلقه بيتعلق ازاي. فانا هوريك دلوقتي بيتعلق ازاي. لو انا شفنا الجزء بتاع النتيجة ده، لو انا هجيبه على جنب بس كده، زي ما احنا شايفين كده، دي الشاكوش اهو اللي بيتعلق فيه الايه، اللي بيتعلق فيه البندول. البندول له مشبك اهو، فالمشبك ده بيتشبك في قلب الشاكوش ده كده، وبيتخلع تاني كده، مفيش مشكلة. طيب ده بالنسبة للايه، بالنسبة ليه الشاكوش بتاع البندول وطريقة تعليقه. واحد بيقول لي النتيجة واقفة مش شغالة. النتيجة لو مش شغالة ممكن يكون، لو احنا بصينا كده على الدراع ده اهو، شايفين الدراع ده اهو، الدراع ده متثبت على الترس ده، متثبت بتيلة صغيرة اهي، ممكن تكون التيلة دي واقعة والدراع ده سايب، فالنتيجة ما بتقلبش. فنتأكد ان الدراع ده واصل، ممكن يكون سايب من هنا او ممكن يكون سايب من هنا، برضو في هنا تيلة اهي على الدراع، وبنلاقي الايه، وبنلاقي الدراع سايب، فبالتالي النتيجة بتاعتك ما بتقلبش. ده بالنسبة لايه، بالنسبة للنتيجة. ساعات النتيجة بتعلق فانت بتلفها بايدك كده وتتأكد ان هي نظيفة وشغالة، واخد بالك، وتأكد ان هي نظيفة وشغالة معاك، لإلا ايه بيجي لها تعليق. في سؤال تاني، واحد بيقول لي الساعة بتقدم، الساعة بتقدم من البندول، تقدم من البندول ازاي؟ في مسمار موجود هو تحت في قلب البندول،
لما تكون الساعة بتقدم احنا بنهوي المسمار ده لتحت، نلفه لتحت، ولما تكون الساعة بتأخر احنا بنربط المسمار ده لفوق، لان لما بتنزله لتحت الدراع ده بيطول، فبالتالي بياخد مسافة طويلة، مسافة أكبر، المسافة بتاعته في التحريك بتزيد، فبيحتاج وقت أطول، فبالتالي الساعة تبدأ إيه لما هو بتقدم وأنت بتنزله لتحت، فكده الساعة تبدأ تظبط معاه. إنما الساعة لو بتأخر فأنت عايز تسرعها، فأنت بتأثر الإيه، تأثر المشوار ضيف، بدين إنك بتربط الإيه، بتربط الصامولة دي، فالدراع ده بيقصر، فبالتالي الحركة بتاع ديت، الحركة دي بتاخد وقت أقل، فالساعة بتبدأ تقدم. واحد قال لي انا عندي قربت على الاخر وبرضه الساعه ما زالت بتاخر، فالحل ايه؟ الحل ان انت تقصر من العمود ده شويه. في مسمار هنا اهو، لو احنا كنا شفنا في هنا شريحه معدن اهي، الشريحه المعدن ديت اهي، شريحه معدن اهي، شريحه المعدن دي اللي بتشبك فيها الايه، اللي بتشبك فيها البندول، متثبته بمسمار، فانت بتخلع المسمار دي، المسمار ده، ونزل الشريحه دي لتحت شويه، نزل الشريحة قيمة مثلا ملي، 2 ملي، 3 ملي، على حسب، وجر انت هتنزلها على اخر مدى ليها، وتبدأ تتحكم منين، وتبدأ تتحكم من الصامولة اللي تحت. لو انت نزلتها على اخر مدى ليها وبرضه الصامولة مش متحكمة معاك، ممكن انت تقطع منها حت عشان تأثرها شوية. وكذلك بالنسبة لو انت ايه، لو الموضوع العكس بقى، وانت نزلت دي على الاخر والساعة ما زالت بتقدم، فانت هتحتاج ان انت تطول الدراع ده شوية، هتحتاج ان انت تطول الدراع ده شويه. فطبعا هتطول الدراع، ممكن تجيب حته خشبه زي دي بالظبط وتثبتها في ديت بايه، بغيره، وتثبت عليها الـ الشريحه دي. ده بالنسبه لتقديم وتاخير الايه، وتاخير الساعه. واحد تاني بيقول لي الزمبلك بايظ. لو احنا جينا على الزمبلكات اهيت، لو احنا جينا على الزمبلك، الزمبلك ممكن بايظ، ان هو ممكن الزمبلك فيه عباره عن اكس اهو، والاكس ده راكب عليه الشريط الصلب ده، شريط الصلب ده طرف متثبت على الاكس، وطرف تاني لو احنا جينا على ده كده باين هنا اهو، وطرف تاني متثبت هنا بصاموله اهو. ممكن الطرف اللي متثبت بصاموله ده يكون هو اللي اتكسر، فانت هتاخده لحد يخرمه لك ويبرشمه، ويبرشم القعده اللي هنا ديت. لو نزلنا على القعده شويه كده، يبرشم القاعدة اللي هنا ديت وتتربط عادي، انما الطرف اللي جوه لو ساب بيبقى صعب ان هو يصلح، الا بقى لو واحد فني قوي في اللحام وقدر يلحمهولك مع الاكس ده، ويظبط لك الاكس، يلحمهولك لحام محترم، هيبدا الزمالك يشتغل معاك تاني. واحد بيقول لي النتيجه مش شغاله، انا جبت على السؤال بتاع النتيجه ده، ان ممكن يكون الدراع ده سايب، ممكن يكون الترس ده متاكل، اهو الترس ده بلاستيك مش معدن، ممكن يكون الترس ده اهو متاكل، او ممكن يكون الدراع ده سايب، فانا ببدأ ايه، يا اما اغير الترس، يا اما ايه، يا اما اثبت الدراع. لو كان لو الدراع سايب هثبته، لو الترس متاكل انا ايه هغيره. واحد تاني بيقول لي الجرس بيدق على طول. موضوع الجرس ده بقى، اللي بيدق على طول، اللي بيخلي الجرس يدق، لو احنا شفنا كده، هو اللي حايش الدراع ده ما خلوش ينزل. لما بنعمل كده الدراع ده بيبدا ينزل لتحت، اول ما ينزل لتحت شغل الساعه، طلع لفوق على الاخر، طلع لفوق على الاخر، خلاص الساعه بطلت ايه، بطلت تدق. ففي واحد يقول لك الدقات مش مظبوطه، هو قال لي بيدق على طول ولا مش مظبوطه؟ قال لي بيدق على طول. لو بيدق على طول ممكن تكون احنا لما نزلناه كده اهو، لما بيدق على طول شوف ايه اللي بيحصل، ان في هنا شايفين الجزء الدوار ده هو، وفي سنه هنا هيت عشان الترس ده يتحرك. بص لما ده بيطلع لفوق اهو، لما ده بيطلع لفوق ده بيبطل، فايه اللي بيخلي ده يطلع، ايه اللي بيخلي النص ترس ده يطلع لفوق، اللي بيخليه يطلع لفوق ان فيه ترس هنا اهو، ترس الزوار اللي تحت ده عليه سنه دراع هنا اهي، الدراع ده هو اللي بيلف، يبدأ يلف دي يطلعها لفوق. طب لو السنة ديت مكسورة، فانت هيتنل بتاع، التنل بتاع عاملة كده، وديت بص انا الزنقة مش عايزها تطلع، لو هي بقى ده مكسور، السنة دي مكسورة، هيتن دي تلف على طول، والدراع ده مش هيطلع لفوق عشان الساعة تبطل كده. او الترس ده حصل اللي هو النص دايرة ده، النص دايرة ده السنان بتاعته اتاكلت،
اهو لو انا عملت كده تاني وشوف ايه اللي بيحصل. شايف في اكس بيلطش في قلب الترس ده، في اكس اهو الاكس الصغير ده بيلطش في قلب الترس الكبير ده ويبدا ايه يرفعه يرفعه لفوق لحد ما يخلص دقات. لو الساعه بتدق على طول بيبقى يا اما الاكس ده مكسور، يا اما الترس ده متاكل، يا اما الدراع ده اهو شايفين الدراع ده، الدراع ده هو اللي بيلقى الترس بعد ما عدى العدة وطلعه فوق، الدراع ده هو اللي بيلقى ما يخليهوش ايه ينزل لتحت تاني، فالدراع ده بيبقى برضو حصل تآكل في الايه في الريشة بتاعته دي، او بيبقى عليه سوستة هنا اهي، السوستة ديت ما بتبقاش ايه ما بتبقاش شغال. اهو من هنا هنشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. اه لو احنا عملنا كده تاني شفت، شايف الريشة دي بتخش على الترس، شايف الريشة دي ده اهي الدرع ده اهو، الريشة دي بتخش على الترس تلقاه عشان منزلش لتحت تاني. انما لو انا شددت كده وخليتها بعيدة كده ايه اللي هيحصل؟ بص بتحرك يدق الدقة والترس ما بيطلعش لفوق. ايه اللي بيخليه يطلع لفوق؟ لما بسيب عليه الدرع ده اهو بتلقى الريشة، الريشة دي الريشة دي او السن ده اهو بيبدأ يلقى الترس ما يخليهوش الاكس ده لما بيحرك الترس ده لفوق هو ده بيلقى ما يخليهوش يرجع تاني تحت اهو. فيبقى انت عندك يا اما الريشه دي متاكله، يا اما التروس بتاع النص ترس ده متاكل، يا اما الاكس اللي بيلف ده هوت الاكس ده نفسه هو اللي متاكل، هو ده اللي هيخلي الساعه تدق معاك على طول. يا اما برضو الريشه دي ممكن ما تكونش متاكله بس السوسته اللي عليها بيبقى في سوسته هنا، السوسته اللي عليها ضعيفه، السوسته اللي عامله اهي السوسته دي بتبقى ضعيفه، فبالتالي ما تزقش الدراع ده عشان يزنق على الترس عشان يلقى الايه يلقى الحركه اللي اتحركها ده ما يرجعهاش مره تاني. واحد تاني بيقول لي الدقات نفسها البتاع شغال مظبوط بس الدقات مش مظبوط. موضوع الدقات ده بقى بيتظبط ازاي؟ لو احنا بصينا كده على، لو ركزنا على الشريحه المعدن دي ده اهي، هي المسافه للاكس هنا قريبه قوي، وكل ما بتلف كده بتبدا تبعد عن الاكس، تبعد 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 لحد ما تيجي لابعد نقطه اللي هي النقطه ده اهي. طيب لما بتبقى قريبه كده، لو احنا لفينا لو انا حركت الحته بتاع الجرس اهو، لما ننزل دي كده ايه اللي بيحصل؟ دي بتنزل كده، انا هلغيها دلوقتي اوقفها. شفنا ايه اللي حصل؟ ان الدراع ده بيبدا ينزل لتحت، ينزل لتحت ايه اللي بيبدا يلقاه؟ شايفين الريشه السمراء ديت؟ الريشه السمراء دي لها طرف هنا صغير، سنه صغيره كده، ريشه سنه مدلدله لتحت كده، بتبدا تيجي على حرف الكامه ديت. فلما بتيجي على حرف الكامه ديت هي بتتحكم بقى في عدد الدقات. يعني مثلا لو هي نزلت على اخرها اهي، لو هي نزلت، لو شوف هنا الكامه لازقه على اخرها اهي، فبيبقى الترس كله نازل على اخر، فبيبدا الساعه تدق دقات كتير. ده بيبقى في الساعه داخله بقى على 11 و12 والكلام ده. انما لما بنلف الساعه، لما بنلف الساعه، العربة التانية فين اهو، لما بنلف الساعه كده اهو، بص انا هنا ملفف كده اهو، ايه اللي حصل هنا؟ الكامه لفت اهيت وجت، فشوف المسافه ما بين هنا وما بين الاكس بقت مسافه كبيره، فبالتالي الريشه ديت بالترس ده اما يجي ينزل مش هينزل نازله كتير. اه لو انا نزلته كده، بص هو مش نازل دلوقتي خالص عشان عاوز اكمل لف، اكمل اللفه بتاعتي. فعشان الكامه قربت هنا فالمسافه ايه؟ المسافه بقت ايه؟ بقت بعيده ما بينها وما بين الاكس، وبالتالي الترس ده ما بقاش ينزل ما بقاش ينزل على اخره، بينزل ايه حته صغيره، فبالتالي الدقه بقت واحده او اتنين. ايه اللي بيحصل ساعات؟ ان الريشه ديت بتتني نتيجه ان البتاع لسه ما خلص، وانت بتظبط الساعه وجيت عند الساعه 12 وبتبدا ايه تلف العقرب عشان تعدي وتعدي على واحده وهي الساعه لسه بتدق. المفروض انت بتيجي لحد ال 12 وتستنى لحد ما تخلص دق، وبعد كده تبدا تحرك الايه تحرك الساعه لقدام. ليه؟ لان الريشه دي بتيجي تطص في قلب الكامه ده اهي لما بكونش لسه خلاص الدق، وتبدا تتنيها لتحت. لما بتتني لتحت خلاص الساعه بتقف
وما بتلفش والدقات بتتلخبط وخلاص الدنيا بتلاقيها باظت معاك. أو الحتة اللي أنا بقول عليها اللي بتحصل مشكلة لما بنيجي نظبط الساعة ونعدل إيه ونعدل الـ12 وبنكمل دوران، دي بتعمل مشكلة. يعني أنا لما بتكلم وبلف كده، أو بلف كده الساعة دلوقتي 10، ممكن أكمل لف عادي، و11 أكمل لف عادي، إنما لما أجي عند الـ12، إنما لما أجي عند الـ12 لازم يا دوب العقرب يعدي حاجة بسيطة وتاني سايب الساعة لحد ما تخلص ده. ليه؟ لأن في الحالة ديت بتبقى الريشة اللي أنا قلت عليها بتسقط على الكامة ديت، بتبقى قدام الكام على طول. لو أنا كنت كملت لف قبل ما تكمل هي ده، بتلاقي الساعة تقلت معاك سن، وما تبقاش عارف الساعة تقلت معاك وبتكمل والريشة تنحوك، وبتلاقي الساعة وقفت وما اشتغلتش أو الدقات مش مظبوطة. طيب واحد تاني بيقول لي ايه، هل ازيت الساعة؟ انا بقول لك لا، ما تزيتش الساعة. ساعة تطلع زيت، وزيت عادي هيلم تراب وهيلم بتاع، فانت ما تزيتش الساعة. انا مجرد ان انا انضفها بالهواء وخلاص، لان هي ليها زيت مخصوص جدا، وبيحطوا قطرات صغيرة جدا على سن مفك، وبيحطها عند الاكس وهو فكك الساعة، وبيرجع ينشف تاني، واحتياطات كتير كده لموضوع التزييت ده هو. فانت رجاء ما تحط لهاش الايه، ما تحط لها زيت خالص. طيب واحد تاني بيقول لي البندول وقع، واحنا قلنا عليه. واحد تاني بيقول لي الساعة بتشتغل شوية وتقف شوية. طبعا الساعة بيبقى لها ظابطة، انا بظبطها على الحيطة ان الساعة تبقى عمودية على الجدار اللي انت حاططها عليه. لو هي مايلة سنة شوية قدام او سنة شمال او سنة يمين، الساعة هتبدأ ايه، هتبدأ تقف بعد فترة. واحد سألني سؤال قال لي انا ظابط الساعة عمودية على الحيطة تمام، وبرضه الساعة بتقف شوية، بتشتغل شوية وتركن. برضه ممكن يكون من المكنة ديت ما هياش راكبة في قلب الصندوق وعمودية عليه كويس، فانا بفك المسامير دي بتاع اللي مثبتة المكنة بتاع الساعة، وابدأ احركها شمال او احركها يمين، بحيث اظبط الساعة تبقى عمودية مع الصندوق، تبقى عمودية مع الايه، مع الصندوق. واحد بيقول لي ان المسمار بتاع الملو ده اتاكل، لما باجي املاه الاجي املى منه بايه، احنا اهو لما تحط هنا كده فبتبدا ايه، تبدا تملى اهو بيلف معاه. واحد بيقول لي بقى ان ده اتاكل، بدل التربيعه بتاعته ديت راحت. طب اعمل ايه؟ ممكن انت تجيب المعجون بتاع الحديد اللي هم الانبوبتين اللي بتخلطوا على بعض، وتبدأ تبني حتت جديدة، جناب جديدة من ناحية من الأربع جهات، بحيث إيه تقعد في المفتاح كويس. وبس الموضوع ده عاوز يعني ناحية فنية عالية، وعايز حرص عشان خاطر يجي الإيه المقاس ده على قد مقاس المفتاح بالظبط. طبعا هو لو جه عالي معاك سنة، أنت ممكن بالصنفرة وتبدأ إيه، تبدأ تساوي الجناب لحد ما يبدأ يظبط معاك، وبالتالي هيحل لك المشكلة دي. دي الأسئلة بتاعتنا النهاردة، أرجو إن الفيديو ما يكونش طال على درجكم. لو عندك أي سؤال أي تعليق يا ريت تسيبولي في التعليقات، وأنا تحت أمر حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.